إزاز. تحدث عن أحمد زويل وتحدث عن داعش وتحدث عن الجمال، ما فما بالكم لو تحدث عن المسيحيين؟ تحدث عن المسيحيين بمناسبة اعتصام رابعة، بدأ في البداية يهاجم الإخوان على تشغيلهم أغاني داخل الاعتصام، وقال أنتم في موقف جهاد وتضرع، الموضوع كبير، تضرعوا بالدعاء يا إخوة، بلاش الأغنية اللي انتوا عاملينها وتنيلوها اللي هي مسلم ومسيحي ايد واحدة، مسلم علماني ايد واحدة. كان في اغنية بيغنوها الولاد في الميدان، والاخوان ما عندهمش طبعا مانع ان هم يقولوا اي اغاني عشان السلطة، لكن هو بيقول لهم انتوا مشغلين اغنية المسلم والمسيحي اهي بالنص، مسلم ومسيحي ايد واحدة، مسلم علماني ايد واحدة، فقال لهم ده نيلة اللي انتوا مشغلين، ايه الخيبة دي؟ والله العظيم واقسم بالله، هكذا يتحدث وجد غنيم، هذا يؤخر النصر، ولعل النصر متأخر علشان كده. مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي ايد واحدة. تاني، ما هو طلعوا يشيلوا رئيسنا وخانوا العهد، مفيش حاجة اسمها مسلم وعلماني، دول كفرة مش عايزين الدين. انتوا شايفين بيحاربوا الاسلام تحت اسم الاخوان والرئيس مرسي، اتقوا الله الكلام في اللي بتقولوه، وما تكتموش، ما تخلوش حد يتكلم على الديمقراطية، واخشى ما اخشاه أن تحطوا صليب على المنصة بعد كده زي ما كان موجود قبل كده في 25 يناير. بيتكلم على المسيحيين والعلمانيين والليبراليين أنهم كلهم كفرة، وطبعا كفر زويل وكفر بعد كده أحد المرشدين الإخوان. ده نظرة وجد غنيم إلى المسيحيين